من توجهنا الثقافي يأخذ بعين الاعتبار أهل الثقافة، ولأجل هذا سندافع بكل ما أتيح لدينا ليكون المثقف مكان المرموقة والبارزة في مسار صناعة التغيير المنشود، وفي إرساء معالم الثقافة الجزائرية الأصيلة في أقرب الأجال. إننا عازمون على الاستفادة من كنوز الفن والتراث والفضاءات الثقافية وكذا المنتوج الثقافي والسهر على تحويله إلى قطاع منتج ومساهم في مسار الإنعاش الاقتصادي، ونراهن في ذلك على خبرة وطموح المشاركين الكامل للجميع المثقفين والفنانين وأصحاب المشاريع الثقافية كشركاء فاعلين